أو الخبر ليه علاقة بحكم قضائي مهم، أو نقدر نقول كمان أنه هيكون في بمثابة مبدأ قانوني جديد بيتم إرساؤه من قبل المحكمة الإدارية العليا. الكلام ده بخصوص حق ممارسة الإضراب. الإدارية العليا قررت إحالة 3 مسؤولين للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة سنتين بعد ما تأكدت المحكمة إن هم أضربوا عن العمل وعطلوا سير المرفق وأضروا بمصالح المواطنين. ايه الموضوع؟ الموضوع ان الناس اللي اتحكم ضدهم دول كانوا 3 مسؤولين 14 موظف في الوحده المحليه في قريه كورس بمركز اشمون. الناس دي كانت ليهم مطالب فاضربوا عن العمل، مش بس كده لكن احتلوا مواقع العمل بتاعتهم فتم احالتهم للنيابه الاداريه اللي بدورها احالتهم للمحكمه التاديبيه اللي قامت بفصلهم، فما كان منهم الا ان هم طعنوا على القرار ده قدام الاداريه العليا. الاداريه العليا في حكمها قالت ان الاضراب حق جائز ومشروع لكن لو توفرت شروطه المنصوص عليها في القانون، ومش من ضمن الشروط دي أبدا أنه نحتل مواقع العمل أو نعطل مصالح الناس أو نخالف الشروط المنصوص عليها في القانون للإضراب وتنظيمه ووسائل القيام به. نرجع لحيثيات حكم المحكمة. المحكمة بتقول أن مصر صدقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومن بينها حق الإضراب، لكن السادات الله يرحمه قبل استشهاده بخمس أيام وضع شرط بعدم الإخلال بالشريعة الإسلامية. فالمحكمة قالت أن الشريعة الإسلامية استندت على مبدأ ضر المنفعة مقدم على جلب الضرر، وبالتالي يكون حق ممارسة الإضراب مخالف للشرع لو أضر بمصالح الناس. يعني نقدر نحاول نفسر الحكم ده وإنه بيقول حاجتين، بيقول إن الإضراب ولو كان حق مشروع فعلا وفقا للدستور والقانون لكن مقيد بشروط وما هوش حق مطلق في يعني بشكل عام كده. الحاجة الثانية إن الإضراب اللي بيعطل المصلحة العامة ومصالح المواطنين ساعتها تنتفي عنه شروط الإضراب الشرعي وبالتالي يستوجب معاقبة مرتكبيه وفقا للحكم الصادر النهاردة. هنحاول مع حضراتكم نفهم لأي مدى هذا الفهم أو هذه القراءة صحيحا وفقا للقانون واستنادا لحكم المحكمة. معي على التليفون دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري. دكتور طارق برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا بسيادتك دكتور طارق. يعني أحب أسمع برضو قراءة حضرتك لهذا الحكم ولأي مدى يعني هينسحب على الحالة العامة لو في إضرابات أخرى، لو في تعطيل لمصالح الناس فبالتالي ينطبق عليهم هذا الحكم. نعم، دعيني أقول لحضرتك أنني أؤيد الحكم الذي صدر صباح اليوم من المحكمة الإدارية العليا حيث تم الطعن من جانب بعض العاملين الذين فصلوا من الخدمة والعاملين بمركز أشمون بالوحدة المحلية في إحدى قرى مركز أشمون حيث صدر حكم بفصلهم من العمل من المحكمة التأديبية المختصة. تم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، قررت في هذا الحكم الذي أؤيده بالفعل أن هؤلاء بعضهم يتم تأجيل الترقية بالنسبة له والبعض الآخر إحالته إلى المعاش. وأشارت إلى موضوع الإضراب. في أستاذة لبنى بالنسبة للإضراب، لكي يتم الإضراب لابد أن تعبر عن رأيك دون أن تعطل مصالح العمل ودون أن تعطل مصالح المواطنين الذين يترددوا على المرفق أي تقوم أنت كموظف بأداء خدمة عامة له. ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقوم بتعطيل هذه المصالح. ويمكن أحب أقول لسيادتك في قاعدة دائما أبدا بنقولها للطلبة، إن في قاعدة من ضمن القواعد العامة التي تحكم عمل المرافق العامة اسمها قاعدة سير المرفق العام بانتظام واضطراد. يعني المرفق العام حضرتك تروحي في الأوقات تجدي من يقدم لحضرتك الخدمة المطلوب أدائها من هذا المرفق، وبالتالي هؤلاء قاموا بتعطيل مصالح العمل وقاموا باحتلال العمل وقاموا بإيجاد نوع من الاعتصام داخل العمل. ومن ثم المحكمة وجد في حيثياتها، سيادتك معايا يا استاذ لبنى؟ مع حضرتك يا فندم. وجد في حيثياتها وانا قرات هذه الحيثيات اضيف لحضرتك لان قراءتك صح، لكن اضيف لحضرتك انها فرقت بين الاعتصام وبين التظاهر وبين الاضراب. الذي حدث يا استاذ لبنى ده اعتصام مخل بمصالح الدوله
وبمصالح المواطنين وبمخل بالمرافق العامة. طيب يا فندم اتفضل. كي يكون الإضراب سليما زي ما حضرتك قلتي أن لابد أن يكون له شروط، من حق الموظف أن يقوم بالإضراب، بس أي إضراب؟ طيب هنا إضراب هنا المتضرر بقى يا دكتور، يعني لو تكررت، يعني بقول لحضرتك الموضوع ده ممكن يطبق في عمومه بقى على أي حد يضرب أو يعتصم ويخالف أنه الشرط القانوني أنه لا يعطل مصالح الناس ولا يعطل المصلحة العامة. هنا هل جهة العمل هي اللي تعاقب أو ترفع المسألة للإدارية، ولا ممكن عموم سيب من الناس حد تضرر ممكن برضو يعني يأخذ هذا الاتجاه أو يقوم بالتصرف ده؟ نعم، إذا وجدت أو الرئيس الإداري في العمل وجد أن بعض الموظفين قاموا بتعطيل مصالح العمل ولم يقوموا بالإضراب بالمعنى اللي أنا وضحته، مفهوم الإضراب السلمي، في هذه الحالة ممكن إحالة الأمر برمته إلى النيابة الإدارية لكي تقوم بإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن، ومن ثم بعد أن تقوم بإجراء التحقيق تحيل الأمر إلى المحكمة التأديبية المختصة لكي تقول المحكمة التأديبية كلمتها، ثم إذا ما وجد سبيلا للطعن إذا وقعت المحكمة التأديبية جزاء يمكن الطعن عليه أمام الإدارية العليا. وضحت يا فندم، وضحت يا فندم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، أسفل ضيق الوقت، بس شكرا دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري على مداخلتك ووجودك معنا في الحال اليوم يا فندم، شكرا جزيلا.